نجوم في كايرو داروا جزئية جديدة من اقتصاد المرحلة الثانوية. في الجزئية السابقة كنا لفتنا نظركم للدخل النقدي، وهنقوله بطريقة هو وأنواع الدخول في الجزئية دي. اما نيجي نتكلم الهدف، قال لك انت خدت دخل، شوف متى الاقتصاد، الدخل، الاقتصاد بيهتم بالدخل اللي بيسهم في العملية الانتاجية. شرط اساسي يجي لك دخل لازم تسهم في العملية الانتاجية، بدون ذلك لا يتم في الاقتصاد. وعلشان كده قال لك ايه، هل كل ما يحصل عليه الفرد يعتبر دخلا؟ من وجهة النظر الاقتصادي اللي بيفهم، كلنا بنفهم، مفيش حد فيكم الا بيفهم، يقول لك حاسب ده العبرة بالدخول التي تسهم في العملية الانتاجية، شرط اساسي لازم اسهم في العملية الانتاجية عشان يجيلي دخل، يبقى اسمه دخل اقتصادي. تمام؟ طيب قال لك طب تعالى بقى كده نتتبع مع بعض انواع الدخول. قال لك اول في دخل ايه اسمه دخول العمل. دخول العمل جت ثانويه عامه، قال له ماذا يقصد بدخول العمل؟ قال له الاجور والمرتبات والمكافئات والحواف، دي اسمها دخول العمل. يجي واحد يقول لك ما الاجور والمرتبات واحد، لا، الاجر باخده على عمل معين وامشي، المرتب ده ثابت، حاجه ثابته، يبقى اول دخل اللي هو دخول الايه؟ العمل، اللي هي ايه؟ الاجور والمرتبات والمكافئات والحوافز. عندي دخول تانيه اسمها دخول الملكيه، اللي هي زي الارباح والفوائد والريع، خلي بالكم هذه دخول تانيه. ايه؟ طيب قال لك هو كل ما يحصل عليه الفرد يعتبر دخلا من وجهه نظر الاقتصاد؟ هل كل ما يحصل على الفرد يعتبر دخلا؟ هديك مثال بسيط جدا، وهديك مثال بسيط جدا. هو انا لما باخد المصروف من الاسره بتاعتي، خدت المصروف بناء على ايه؟ اشتغلت؟ طلعت سلعه وخدمه؟ لا، دي انت خدته منح، خلاص هبه، بنقولك هبه كده عشان تكمل المذاكره وتكمل النجاح والتفوق، وبعد كده تبقى ترد لهم في المستقبل بقى، تقف جنبهم لما يكبروا وهكذا. يبقى انت ما سمتش في العمليه الانتاجيه. طب الـ 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 الاسره بتاعتك بقى جابت الفلوس دي منين؟ اشتغلت. يبقى هو ده اللي بيهتم بيه علم الاقتصاد. يبقى يهتم علم الاقتصاد بكل انواع الدخول؟ اقول له غلط. لا يهتم علم، زي السؤال اللي هو بيقول لي ايه؟ يهتم علم الاقتصاد بكل انواع الموارد؟ اقول له غلط، يهتم بالموارد الايه؟ النسبيه او النادره، ولا يهتم بالموارد الايه؟ الضروريه اللي هي زي الهواء. هنا نفس الكلام، كل ما يحصل عليه الفرد يعتبر دخلا من وجهه نظرك؟ اقول له غلط، العبره بالدخول التي تسهم في العمليه الانتاجيه، فلا يدخل مدفوعات التحولات اللي هي المنح والهبات والحاجات دي، ما يدخلش لانها لم تسهم في العمليه الانتاجيه، ولا يدخل المكسب والخساره في النظام الراسمالي. ليه؟ لان انا بعت عماره كسبت، انا اللي كسبت مش الدوله اللي كسبت، خسرت في العماره انا اللي خسرت وليس الدولة هي اللي خسرت. يبقى هنا كل نقطة من اللي انتوا سمعتوها بتبقى سؤال ثانوية عامة. السؤال الأولاني كل ما يحصل على الفرد يعتبر دخل، غلط، العبرة بالدخول التي تسهم في العملية الانتاجية، أدي واحد. اتنين، المكسب والخسارة في النظام الرأسمالي يدخل ضمن الدخل القومي، غلط، لأنها تغير في الأصول. المنح والتحويل، غلط، لأنها لم تسهم في العملية الانتاجية. أمال مين اللي بيخش في الدخل القومي؟ الذي يسهم في العملية الإنتاجية ويسويه سلع وإيه؟ وخدمات. لازم أخلي بالي من الكلام ده، أوعى تنسى، أوعى تنسى، أوعى تنسي الكلام ده، لأنه كلام فين؟ كلام تلاقيه موجود في الكتاب، سألته في النماذج، سألته في الامتحانات، بس هنعمل إيه بقى؟ خلاص؟ طيب، تعال نشوف الاستهلاك. تعرف؟ تعرفين؟ الاستهلاك الخاص والاستهلاك العام ده مش جديد، هو اسمه فصل ثالث. يعني بتعتقد ان هو فصل ثالث يبقى درس جديد. مش الاستهلاك العام والاستهلاك الخاص ده اللي كان في الفصل الاول استهلاك عام اللي هو اشباع الحاجات العامه، واستهلاك الخاص اللي هو اشباع الحاجات الخاصه، يبقى هو عامل ايه؟ ما جابش حاجه. هو كل ما هنالك ان جه في الفصل الثالث، بدل ما يقول لي الحاجات العامه قال استهلاك عام، وبدل ما يقول لي الحاجات الخاصه قال استهلاك خاص. عشان كده بنقول يا جماعه نفهم واحنا بنقرا الاقتصاد، مش نحفظ. انت دلوقتي كلنا هنبدا نتكسف من نفسنا بقى، يقول لك يا نهار ابيض، يعني هو جه في الفصل الثالث قال نفس الكلام بس غير. وهنا ممكن يجيبوا لي سؤال في امتحان الثانويه العامه، يجي يقول لي الاستهلاك العام، الاستهلاك الخاص اهو، يجيبوا ازاي؟ تعالى فكر كده معايا، يقول لي ايه ده، صح او غلط؟ الاستهلاك الخاص يتشابه مع الحاجات الخاصه من ناكل وملبس،
يونج الطالب يقف شويه يقول لك ما هما الاثنين زي بعض. طب الاستهلاك العام يتشابه مع اشباع الحاجات العامه من الامن والعداله. انت اللي تختار السؤال بعد ما تسمعنا وانت تختار السؤال عمركم ما هننساه، وهو ده الفهم اللي احنا بنبحث عنه. طب انواع الاستهلاك، استهلاك عام استهلاك خاص، طب ايه الهدف من الاستهلاك؟ جميل جدا السؤال ده. الهدف من الاستهلاك المنفعه التي تعود على الفرد في الحال. جبت سندوتش، جبت تيشيرت، على طول في الحال، ده الهدف من الاستهلاك. طب يقاس الاستهلاك بايه؟ بالقوه الشرائيه. سهل جدا. انت مثلا او انت رايحين مشوار ضروري جدا، وانا رايح المشوار كده ببص لقيت فيه سلع كتيره في السوق ورخيصه، قلت ما اطلع وانزل اشتري. شوف 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 لما بتفهم، هطلع وانزل واشتري بقى السلع دي، طلعت قضيت المصلحه بتاعتي وانا نازل ما لقيتش. فبيجي واحد يسالك يقول لك ايه الحاجات اللي كانت راحت فين؟ تقول له اتباعت. احنا هنشيل كلمه اتباعت ديت ونقول تقاس بالقوه الشرائيه، اتشرط كلها. يبقى يقاس الاستهلاك بايه؟ بالقوة الشرائية. قال لك طب تعال، طب ما احنا عندنا سلع معمرة، ده جه سؤال ثانوية عامة الفين، قال لك تقاس السلع المعمرة منذ شرائية. اقول له صح، لان وانا هشتري غسالة ولا تلاجة افرض انا انتهم ما اشتغلتهمش، فانا بقى اقول لك انت اشتريته وبقى انت استهلكته على طول. يبقى انا عندي كام استهلاك بقى؟ خلي بالك احنا قلنا الاستهلاك اللي هو اشباع الحاجات بطريقة مباشرة. تعال بص كده الاستهلاك كام عندنا، تعال بص كده، تعال بص من اول بقى اللي احنا خدناه في الفصل الاول لحد الفصل التالي. استهلاك مادي، استهلاك اقتصادي، استهلاك، استهلاك انتاجي، استهلاك عام، استهلاك خاص. خليه يفكر بقى، يحط لي سؤال في المنهج بقى، جمع. ما انت لما تيجي تخش على النت بتعمل زي شيرش بحث وما اعرفش ايه وتكتب له كلمه استهلاك يطلع لك كل، ما نطبق العمليه ديت عندنا في المنهج، نقول كلمه استهلاك هات كل الاستهلاك بقى اللي كان في الفصل الاول والثاني والثالث، هيطلع لك اللي انا قلتهم دول كله. يبقى اوعى تنسى الكلام ده، اوعى تنسى ان احنا بنقاس السلع المعمره منذ ايه؟ شرائها. طيب في عندنا انفاق قومي. انفاق قومي هو ما ينفق على الاستهلاك والاستثمار. والانفاق القومي مرتبط بالناتج القومي. الانفاق القومي مرتبط بالناتج القومي، اوعى تنسى. خلاص؟ فبيقول لك ايه؟ الانفاق القومي هو ما ينفق على الاستهلاك والاستثمار. خلي بالك بقى معايا اهو. الاستهلاك ده اللي احنا قلناه ده اللي قلناه في الجزئيه السابق، تعالى بقى نشوف الاستثمار. الاستثمار هو الاضافه الى ثروه البلاد الانتاجية. تمام؟ حلو؟ حلو جميل؟ جميل. تعالى بقى شوف بقى الجزئية اللي بتحرج الطالب اللي بيحفظ. بيقول لك الاستثمار هو الإضافة إلى ثروة البلاد الانتاجية عن طريق تطوير رأس المال الثابت ورأس المال المتداول. ارجع بذاكرتك كده، خدنا رأس المال الثابت والمتداول ده في الفصل الإيه؟ التاني. جابهولك في الفصل التالت. اقعد بقى مع نفسك، مش عايز حد يتكسف. ده لما يجيبني بقى في الفصل الثالث ويعرف لك راس المال الثابت والمتداول، يبقى في دماغه حاجه تانية، عايز يضيف لك كلمه جديده على الثابت والمتداول. طب هتقول لي ازاي؟ اقول لك ازاي. مش احنا قلنا في الفصل الثاني راس المال الثابت اللي هو الاصول الانتاجيه تدخل في العمليه الانتاجيه اكثر من مره ولا تفقد شكلها وخصائصها، وقلنا زي المباني والالات والتجهيزات الفنيه، ده اللي كان موجود في الفصل الايه؟ الثاني. جه في الفصل الثالث قال لك نفس التعريف، في الفصل الثالث قال لك نفسها، بس قال لك ضاف لك ايه؟ قال لك شوف ضاف ايه على التعريف ده؟ قال لك ايه؟ ان راس المال الثابت يدخل في العمليه، ده في الفصل الثالث، راس المال الثابت يدخل في العمليه الانتاجيه اكثر من مره ولا يفقد شكله وخصائصه، وراس المال المتداول يدخل في العمليه الانتاجيه مره واحده ويفقد شكله وخصائصه اللي هو متمثل في الاجور والسلع والحاجات دي. طب انت حطيت ايه الجديد اللي حطيته في الفصل الثالث على راس المال الثابت وراس المال المتداول؟ قال لك تعالى كده بنوشوشك، الجديد ان راس المال الثابت يمر عليه عام وراس المال المتداول اقل من عام. ايه رايك بقى في الجديد؟ ركز تتفوق. هو بيقول له كده، انت مش عايز تركز بقى. يبقى قال لك راس المال الثابت والمتداول في الفصل الثاني، جابه تاني في الفصل الثالث عشان يحط لك ان الفرق ما بينهم هو ان راس المال الثابت يمر عليه عام وراس المال المتداول اقل منها. طب يجيبها لي سؤال كيف ياتي بها في الامتحان؟
انت تفكر يقول لك تعالى 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 ما تتكسفش، مش عايزك تتكسف. ده صح او غلط؟ راس المال الثابت يدخل في العمليه الانتاجيه اكثر من مره، اكثر ايه؟ من مره. خلي بالك من الكلام. وبعدين يجي يقول لك ايه؟ وهو اقل من عام. راس المال الثابت يدخل في العمليه الانتاجيه اكثر من مره وهو اقل من عام. اقول له غلط، وهو اكثر من عام، لان دي تكمله السؤال اللي هي موجوده فين؟ في الفصل الايه؟ الثاني. طيب احنا قلنا قبل كده عندنا الدخل النقدي. الدخل النقدي هو ما يحصل على الفرد نتيجه السمو في العمليه الانتاجيه. خدت دخل نقدي هتعمل بيه ايه؟ هشتري بيه سلعه وخدمات، يبقى ده اسمه دخل حقيقي. طب وانا معايا الدخل النقدي هروح اشتري سلعه وخدمات، بيبقوا رافعين حاجه اسمها الاسعار. يبقى ايه هي الاسعار؟ همزه الوصل بين الدخل النقدي والدخل الايه؟ الحقيقي. اوعى تنسى، اشتغلت خدت دخل نقدي اللي هو كميه النقود، هحول الدخل النقدي لدخل حقيقي هشتري بيه سلع وخدمات. مين اللي بيربط ما بينهم؟ الاسعار. طب السؤال، السؤال ده ممكن يجي يقول لك ايه؟ ايهما يعبر عن مستوى المعيشه، الدخل النقدي ولا الدخل الحقيقي؟ اقول الدخل الحقيقي. راجل كسب مليون جنيه لكن ماشي اللبس بتاعه بايظ وحالته بالبلة وراكب عجله، هقول عليه غني ازاي؟ لكن انا كسبت بشتري بقى الحاجات السلع يبان عليا ان انا غني اهو. يبقى ايهما يحدد مستوى المعيشه؟ اقول له الدخل الحقيقي لانه من سلع وايه وخدمات. قام جاي قال لك طيب ماشي يا سيدي، والاسعار همزه الوصل اهو. قال لك طب ماذا يحدث لو زاد الدخل النقدي؟ لو زاد الدخل النقدي يبقى في سؤال احتمالات. لو زاد الدخل النقدي مع ثبات الاسعار هيتساوى الدخل النقدي مع الدخل الحقيقي. لو زاد الدخل النقدي مع انخفاض الاسعار هيرتفع مستوى المعيشه. لو زاد الدخل النقدي مع ارتفاع الاسعار هينخفض مستوى المعيشه ولا يتساوى الدخل النقدي مع الدخل الحقيقي. يبقى احنا اتكلمنا عن الدخل القومي اللي هو ما تحصل عليه الدوله من عناصر الانتاج، اتكلمنا عن الدخل القومي، اتكلمنا عن الدخل النقدي، الدخل الحقيقي، في دخول اسمها الدخل المتوسط اللي هو نصيب الفرد من الدخل القومي للدوله، وده بنعبر عنه في صوره رقم واحد. هو رقم واحد يعني واحد، يعني ده دخله 50 50 50 50 زي مثلا دولة ما دخلها مثلا 50,000 جنيه في السنة مثلا متوسط الفرد، دولة ما دخل الفرد فيها متوسطه 20 جنيه، يبقى ده اسمه رقم واحد، كل واحد في الدولة ياخد كذا. يبقى الدخل المتوسط بنعرف منه النمو الاقتصادي ومعرفة النمو المعيشي وبنعقد مقارنة ما بينه وما بين الدول التانية. عد بقى الدخول كده كلها، دخل نقدي، دخل قومي، دخول العمل، دخول الملكية، دخل متوسط، الدخل القومي. يبقى هنا شرحنا الجزئية وأطلقنا العنان في المخ وعرفنا أن الاقتصاد مادة فهمية وبتتعاد أكتر من مرة بأكثر من مسمى في المفاهيم بتاعها في الفصول اللي احنا خدناها.